السلام عليكم طلابنا، وكل عام وانتم بخير. ان شاء الله عام دراسي جديد، وان شاء الله النجاح والتفوق. طلابنا، اليوم المحاضرة الاولى بمادة الديناميك او الميكانيك الحركي. انتم سبق واخذتوا بالمرحلة الاولى علم السكون او الستاتيك. هنا احنا راح ندرس الجسم المتحرك، هو الداينامكس. بالبداية طبعا بالفصل الاول راح ناخذ طبعا الداينامكس نوعين، الكيناماتكس والكاينتكس. ناخذ الكيناماتكس بالفصل الاول، بينما بالفصل الثاني ناخذ الكاينتكس. سؤال هنا، شنو الفرق بين الكيناماتكس والكاينتكس؟ الكيناماتكس هو دراسة الجسم المتحرك بمعزل عن القوى الخارجية المؤثرة فيه، والكاينتكس لا، راح ناخذ القوى المؤثرة بعين الاعتبار. فاحنا هسه بالفصل الاول فقط كيناماتكس، وإن شاء الله على الفصل الثاني ناخذ الكاينتكس. تدرون أنه علم الحركة هو علم جدا مهم، ويدرس أجسام المتحركة، ويدخل في جميع من الأمور الصناعية والهندسية، لأنه تعتمد اللي تعتمد على الحركة طبعا. وبدأ اكتشافه من العالم غاليليو، وبس أسس مفاهيم علم الديناميك هو إسحاق نيوتن، ووضع له 3 قوانين. هاي قوانين نيوتن 3: القانون الأول، الجسم يبقى ساكن أو متحرك بسرعة ثابتة ما لم تؤثر بقوة خارجية تغير من هذا الاستقرار. والقانون الثاني أنه التعجيل هو يتناسب مع القوة المؤثرة على الجسم. والقانون الثالث تعرفون أنه لكل فعل رد فعل يساوي بالمقدار ويعاكس بالاتجاه. طبعا الحركة عندنا عدة أنواع من الحركة، أكو حركة خطية وغير خطية. حاليا احنا أعتقد المحاضرة الأولى والثانية راح ندرس على الخطية، إن شاء الله الثالثة راح ناخذ اللا خطية أو الكيرف لينير. بالنسبة للحركة، إنه احنا نقول مثلا الجسم يتحرك، هسه من هاي النقطة لهاي النقطة أي جسم من يتحرك هو إذا انقطع مسافة أو قطع إزاحة، العفو، قطع إزاحة. من قطع إزاحة قطعها بوحدة زمن وعنده سرعة وتعجيل. شوف، ساري رددت 4 فاكتورات اللي هي الإزاحة، الزمن، السرعة، التعجيل. خلال هذا الكورس احنا راح نشتغل فقط على هاي الـ4. شوف هسه احنا هي هذا الكيناماتكس، احنا ما عندنا فورس، ما عندنا قوة، طبعا الماس يعتبر من القوة، فماكو اي ذكر للقوة. عندنا فقط ازاحة، عندنا زمن، عندنا سرعة، عندنا تعجيل. هاي بالتسارع تعجيل او تباطؤ، ديسلريشن، هاي بالتباطؤ. خلينا نبدي نعرف شو المفاهيم. الإزاحة إنه أنت من تقطع مسافة معينة، من مثلا هاي اس داش، إذا اعتبرنا هاي اس داش هاي اس، فهي دلتا اس هي مقدار الإزاحة قطعتها بهذا الزمن. شوف هذا الدلتا اس مالتي. السرعة شنو هي؟ السرعة هي معدل الإزاحة على الزمن. يعني شنو هي الإزاحة على التايم؟ هاي تصيحون الانستنتينيوس، هاي الافريج فيلوسيتي. الانستنتينيوس فيلوسيتي اللي هي تكون مقربة للصفر، اللي هي نقول احنا مشتقة الازاحة للزمن، في يساوي دي اس اوفر تي دي تي. طبعا وحدة الفيلوسيتي هي متر على الثانية، او وحدة ازاحة على وحدة الزمن، والازاحة تعرفوها متر او ملي متر، والتايم هو السكند. هذا مثلا خلينا نقول هاي المعادلة رقم 1 اللي هي السرعة تساوي مشتقة الإزاحة على الزمن. بالنسبة للتعجيل، التعجيل هو مشتقة السرعة على الزمن. التعجيل هو شنو؟ هو تسارع. مثلا انه جسم يتحرك، هذا الجسم يبدي يتحرك تسارعي، مثلا بالبداية يعني كان سرعته بسيطة وقليلة، ثم يبدي يزداد سرعته بمرور الوقت. فهذا التغير بالسرعة بالنسبة للزمن احنا نعتبره تعجيل. هذا يصح الاكسلريشن شنو؟ انه دا يتسارع. من تبدي مثلا السيارة، من تبدي انت قاعد تمشي بسرعة عالية،
وتتجه للتوقف قاعد تبدي تتباطئ، هاي سحولة ديسيلريشن. فالديسيلريشن هو تباطؤ، والاكسلريشن هو تعجيل او تسارع، اللي هي شيء يمثل التغير بالسرعة بالنسبة للزمن. اما اذا كانت السرعة ثابتة فبما انه فراح يعتبر التعجيل يساوي صفر. ليش؟ انه هي السرعة ثابتة، الدي في يساوي صفر، ماكو تغير بالسرعة، سرعة ثابتة. بما انه التعجيل هو مشتقة السرعة على الزمن، وقبل شوي احنا قلنا السرعة هي مشتقة الإزاحة على الزمن، فراح يصير التعجيل يكون المشتقة الثانية مال الإزاحة للزمن. المشتقة الثانية مال الإزاحة للزمن تساوي تعجيل. طبعا وحدات التعجيل هي متر سكوير على ثانية، أو العفو متر على ثانية تربيع، متر على ثانية تربيع عذرا. احنا قلنا انه التعجيل يساوي مشتقة السرعة على الزمن، وقلنا الازاحة السرعة مشتقة الازاحة على الزمن. بتساوي الزمنين فراح يصير المعادلة اي دي اس يساوي في دي في. هنا اي سي التعجيل يساوي دي في اوفر دي تي، الفي دي اس اوفر دي تي، ناخذ دي تي عامل مشترك، فراح يصير اي سي دي اس يساوي في دي في. راح يكون عندي المعادلة اي دي اس يساوي في دي في. هسه خلي نبدي طلاب، لاني هسه عندك بداية القوانين، انه انت عندك السرعة هي مشتقة الازاحة على الزمن، عندك التعجيل مشتقة السرعة على الزمن، وعندك ال ADS VDV. هسه نبدي نشتق مثلا ال velocity as a function of time، نشتق السرعة يعني بوجود الزمن. انت عندك ال AC، هنا أنا constant acceleration، ال constant acceleration يساوي مشتقة الإزاحة على الزمن. هنا أنا راح ناخذ ال initial velocity، ناخذ integration ل two parts، فهنا عندنا integration من v initial إلى ال final velocity، هنا أنا من الصفر لل time، هنا أنا هذا راح يصير v minus v initial يساوي act. بس هنا أنا نحول ال V initial للجانب الثاني، فراح عندك يكون هاي المعادلة يساوي V V dot plus A C T. هاي طبعا كلها عندك constant acceleration، هاي القوانين كلها constant acceleration. بالنسبة لل position as a function of time، احنا عندنا نشتق هاي المشتقة. شوف انه هنا ال V يساوي V دوت يساوي A C T، قبل شوي اشتقيناها. فراح تدخل هنا عندك ال V، احنا مو قلنا ال V يساوي D S over D T، فناخذ طرفين بوسطين، فراح تصير D S يساوي V D T. ال V قبل شوي هسه اشتقيناها، هاي قانون V دوت بلس A C T، مجرد ناخذ انتجريشن للطرفين راح يكون عندك ال position as a function of time. هذا ال position شوف بوجود الزمن، وعندك هذه المعادلة ناخذ السرعة as a function of position اللي هي VDV يساوي ADS، هم ناخذ integration للطرفين، تطلع عندي هاي المعادلة. واضح طلاب؟ طبعا هاي طلاب كل هاي بوجود ال constant acceleration. تدري انه احنا قلنا التغير بالسرعة هو تعجيل، التغير بالازاحة بالنسبة للزمن هو سرعة، بس احنا هنا ما عندنا شيء اسمه تغير بالنسبة للمراحل الاولى، ما عندنا شيء اسمه تغير بالتعجيل، التعجيل دائما ثابت. نبلش طبعا، تعرفون التعجيل الارضي هو 9.81 متر بير سكند سكوير. فراح نبلش بالأمثلة.